السلام عليكم سي عبد الوارث، نتمنى يكون كل شيء على خير. الوغ كنصوب لك هذا الفيديو كيف ما قلتي ليا باش نوصل لك داك التذاكر الافتراضيه اللي بي فيرتوال اللي لونسينا عندنا في السيت. الوغ هذه القضيه درناها كخطوه اولى باش نسهلوا عمليه البيع ديالهم للبوبليك اللي كاين في مراكش واللي كاين في العالم كامل. هاد التذاكر يمكن لهم يمشيو للسيت كيشريوهم، كاين تاع 30 حتى ل 500 درهم، وعندهم دو شوا ديال الخلاص. اما يقدروا يخلصوا باغ كارت، حنا داكشي اللي تنشجعوا الناس يديروا حيت في ديبلاسمون قل وكاين تراسابيليتي وكل شيء. وكاين لو شوا الثاني ديال انهم تياخذوا الغيب اللي تيبان لهم، اللي تيختاروا لوبسيون دو بايمون باغ فيرسمون او لا فيرمون، تيطلع لهم الغيب في الاخر لا كوموند، كيمشيو يخصهم يمشيو لاي اجونس تجاريه في البنك ديال الشركه ديالنا وتيحطوا فيهم لي الثمن ديال البيه تاعهم 30 50 درهم. لي بيه فيرتوال دابا درناهم في السيت انترنيت كخطوه اولى تسهيليه وبالزربه درناها باش نلونسيوهم. مع الوقت ان شاء الله غادي يجيو دي بيين غادي نقدروا نبيعو في دي بوين فيزيك. دابا غير مع لي سيركونستانس اكطوال ديال الكوفيد فضلنا اننا نتفاداو بحال هذا الشيء، وحتى في اطار الترشيد سميتو الكود غوفيان ديالهم، حيت الا جيتي ديرهم اوراق وتبيعهم راه غادي تزادو عليك لي بري دامبريسيون ديالهم، الناس اللي غادي يبيعوا ليك فين غادي تبيعهم، فهمتي. دونك مازال دابا الا درنا 30 درهم 30 درهم كامله كتمشي للمكتب للفرقه، ما الا درنا 30 درهم وحنا التيكام امبريمينو هذا واخا نسبه قليله ولكن كيبقى قل. هادشي اللي كاين، كنتمنى الناس يمشيو ويقتنيوهم من السيت عندنا في اسرع وقت ممكن، حيت هادو فلوس يمشيو ديريكتومون للفرقه، الفلوس اللي هي محتاجه بزاف اليوم. اللي بغى دي تيكي راه يمكن ليه يمشي ياخذو مباشره من السيت، كاين اللي بغى ديك 100 درهم يجيها تيكي راه يمكن ليه ياخذها دي برودوي اي طريقه كانت، فمرحبا بها، كدعم فرقتك.